研教学中心。中国石油公司达成合作，让我们感到特别。吉尔第二大学校长 Said Rahmani， 员工代表，阿尔吉尔第二大学和老师们、记者朋友们，阿尔吉尔第二大学，各位来宾，大学旨在为各领域培养政府 responsibility by supporting。هذه المبادرة مبادرة تقديم هبة لجامعة الجزائر اثنين، جاءت في إطار هذا التعاون ولتمتين التبادل بين جامعتنا وبين الجامعة الصينية، وتزامنت أيضا مع الأسبوع الثقافي الصيني في الجزائر. وهذه الهبة جاءت على شكل أجهزة كمبيوتر محمولة وشاشة عرض ذكية وأيضا بعض طابعات وأدوات العرض، وهي مخصصة للبحث العلمي، لذلك سنخصص لها قاعة خاصة في المكتبة وتكون فضاء مفتوحا للطلبة، طلبة الدكتوراه وللباحثين وأيضا لطلبة قسم اللغة الصينية. هذه الهبة عبارة عن معدات تمنحها الشركة الصينية CNPC، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون والتبادلات الثقافية والبشرية بين الجزائر والصين بهدف تعميق العلاقات القوية بين بلدينا.